هذا البرنامج برعاية رابطة المحامين السوريين الأحرار. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامج إضاءات قانونية الذي يعود إليكم من جديد ليضيء على قضايا قانونية وحقوقية تخص هذه المرة مسارات العدالة في سوريا. أين هي عدالة الأرض؟ سؤال طالما ردده السوريون منذ آذار 2011 وهم يرون آلة القتل تحصد الأرواح. كانوا يتساءلون متى سيحاسب المجرمون الذين لم يتركوا موبقة إلا وارتكبوها ضد شعب أعزل كان كل همه أن ينعم بقليل من الحرية. كانت نظراتهم تتجه بعض الله للعالم آملين أن يتدخل أصحاب الشعارات والقوانين ليوقفوا القيام السورية، لكن نظراتهم كانت ترتد خاوية. أكثر من عقد من الزمان مضى والمحاكم التي يحلم بها السوريون لم تفتح أبوابها بعد، ونصوص القوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان بقيت عاجزة عن محاسبة من يراهم الضحايا مسؤولين عن كم من هائل من الجرائم التي صبغت الجغرافيا السورية بدماء ودموع وهموم. ترى ما السبب؟ هل العجز في قوانين وآليات العدالة؟ أم هي السياسة التي لا يهمها في النهاية حق ولا باطل؟ سنحاول معكم التوصل على إجابات على هذه الأسئلة في حلقتنا هذه وما يليها، حيث سيكون معنا اليوم الأستاذ جورج الخال الخبير في القانون الدولي. نرحب بكم أستاذ جورج. أهلا وسهلا فيك أستاذ. خلينا نشوف التقرير المعد بالأول وبعدين بنكمل النقاش لنحاول نجاوب على هالأسئلة اللي مل السوريين حقيقة في طرحها. كانت الصراعات وما زالت جزءا من حياة البشر، وشهد التاريخ حروبا كثيرة خلفت كوارث ونكبات وراح ضحيتها ملايين لا تحصى من المحاربين والمدنيين الأبرياء على حد سواء. وكان لابد للإنسان في سعيه لتنظيم المجتمع أن يلتفت لوضع قواعد للحرب وقوانين تحدد حقوق الإنسان التي يجب مراعاتها في السلم وفي الحرب معا. كان العرف ينظم قواعد الحروب وصولا إلى القرن التاسع عشر، حيث بدأت تتبلور ملامح القانون الدولي الإنساني بعد معركة سيلفلينو عام 1859. ومع نشأة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تم توقيع اتفاقية جنيف الأولى التي سجلت قواعدها بين عامي 1864 و1906، وتنص على تحسين أوضاع الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة على الأرض والمصابين الغرقى في البحر. ثم اتفاقية جنيف 2 بين عامي 1899 و1907 والتي تهدف إلى حماية أسرى الحرب أثناء النزاعات المسلحة. وفي عام 1949 وقعت اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب واتفاقية جنيف 4 المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب. جاء عقد المؤتمر الدبلوماسي في جنيف عام 1949 بناء على طلب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد الحربين العالميتين اللتين قضتا على حياة أكثر من 100 مليون نسمة. الاتفاقيات الأربعة شكلت نواة القانون الدولي الإنساني وألحقت بها سلسلة من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الأخرى بين عامي 1977 و2005 وأيضا القانون الدولي الإنساني العرفي. رغم التكامل بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان إلا أنهما يختلفان، فالأول يطبق في حال النزاعات المسلحة، أما الثاني يطبق في أوقات السلم والحرب. معاهدات حقوق الإنسان تجيز للحكومات أن تنقض بعض الحقوق في حالات الطوارئ، أما القانون الدولي الإنساني فلا يسمح بأي نقض. القانون الدولي الإنساني يهدف إلى حماية الذين لا يشاركون أو يتوقفون عن المشاركة في الحرب. قانون حقوق الإنسان يهدف إلى حماية الجميع. يوفر القانون الدولي الإنساني عدة آليات لتنفيذه مثل إجراءات التحقيق وآليات الدولة الحامية واللجنة الدولية لتقصي الحقائق. يراقب تنفيذ قوانين حقوق الإنسان لجان من الأمم المتحدة مثل لجنة حقوق الإنسان وآلية المقررين الخاصين والأفرقة العاملة.
القانون الدولي الإنساني يسري بمجرد استيفاء شروط النزاع المسلح أو الاحتلال للأرض ويطبق بالتساوي على جميع الأطراف المتنازعة، ويميز القانون الدولي الإنساني بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. في الحالة السورية لم يكن التوصيف مستقرا، إذ تغير في بعض الفترات بحسب بعض الآراء من نزاع مسلح غير دولي إلى نزاع مسلح دولي مع مرور الوقت، وأحيانا تواجد نوعان معا في الوقت عينه في مناطق جغرافية مختلفة بحسب بعض الحقوقيين. ويبقى السؤال، متى يتدخل المجتمع الدولي ليطبق قواعد القانون الدولي الإنساني في سوريا؟ أستاذ جورج، إذن هي أسئلة هامة، ما للسوريون وهم يرددونها؟ أعتقد لنوصل لإجابات كافية على هاي الأسئلة لازم بالأول نعرف بعض المصطلحات اللي عم نسمعها نحن والأخوة المشاهدين، وبدها توضيح لمعانيها. مثلا شو هو القانون الدولي الإنساني، شو هو القانون الدولي لحقوق الإنسان، يا ريت نوضح للأخوة المشاهدين. حقيقة المصطلحات اللي عم تسمعها السوريين مثل القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وغيرها من هي المصطلحات القانونية، هي عبارة عن قوانين وضعت لتطبق بحالات معينة على الأرض. على سبيل المثال، القانون الإنساني الدولي هو قانون يطبق فقط في حالة النزاع، وجود نزاع مسلح بغض النظر عن طابع هذا النزاع. هو هدف منه هي مجموعة من القواعد لتحد من آثار هذا النزاع، أو تحد من خلينا نقول الويلات لأي نزاع موجود بالعالم، وتخفف هي الآثار على المدنيين أو على الأشخاص غير قادرين على القتال. القانون الدولي أو قانون حقوق الإنسان أو قانون الدولي لحقوق الإنسان هو قانون يطبق بكل الحالات، لا يمكن إيقافه مثلا في فترة الحرب. يعني أنا لا أقول أنه القانون الإنساني الدولي عندما يتم تطبيقه يتم إيقاف العمل بقانون حقوق الإنسان، لا أبدا. قانون حقوق الإنسان بيتم تطبيقه بحالات السلم والحرب، وهو بهون بيحكي عن الحقوق الأساسية للإنسان مثل حق التعبير وحق المواطنة وإلى آخره، ولكن لا يتدخل بموضوع النزاع المسلح. فإذا بكل اختصار بدنا نحكي، القانون الإنساني الدولي هو قانون الحرب، وقانون حقوق الإنسان هو قانون جميع الأوقات. تمام، هو بيختص بحماية حقوق الإنسان في كل الأوقات، في زمن الحرب أو زمن الحرب أو السلم، أو حتى في الأوقات الاستثنائية. مثلا فينا نحكي مثلا في أحيانا، وخصيصا عندنا بسوريا تم تطبيق قانون طوارئ لمدة طويلة. نعم. فقانون حقوق الإنسان بيبين ما هي الحقوق التي يمكن أن يتم تقييدها، وما هي الحقوق التي لا يمكن أن يتم تقييدها. يعني حتى أثناء وجود حالات استثنائية يبقى قانون حقوق الإنسان هو المرجع الأساسي لضبط ما يتم أو ما يمكن تقييده من حقوق وما لا يمكن تقييده من حقوق. نعم، إذا قبل 2011 كان القانون المطبق في سوريا هو القانون حقوق الإنسان، بالإضافة للقانون المحلي طبعا. طبيعي بعد 2011 وبعد ما صار في صراع مسلح، أخذ هون القانون الدولي الإنساني حيز ليشمل الحالة السورية أو يطبق على الحالة السورية. هلأ الحالة السورية حقيقة تدرجت. نعم. يعني للوصول لتطبيق القانون الدولي الإنساني تدرجت. يعني نحن فينا نقول في الفترة الأولى من المظاهرات اللي قام فيها الشعب السوري، لما كان حراك سلمي كان المصطلح القانوني أو التوصيف القانوني الذي يطلق على هذا الحراك هو اضطرابات داخلية. نعم. اضطرابات داخلية لا يمكن أنه أنت تطبق أو تعمل بناء على القانون الدولي الإنساني، يبقى القانون المحلي والحاكم بالإضافة لقانون حقوق الإنسان مثل ما حكينا اللي لا يوقف العمل فيه. بنهاية 2011 بدأت تشكيل مجموعات مسلحة لحماية المتظاهرين لحماية المدن. هاي المجموعات بداية يعني كانت ضربات المتفرقة وعدم وجود سيطرة على الأرض كمان لا يمكن أنك أنت تقول أنه لحنا وصلنا حالة نزاع، لأنه حالة النزاع بتحتاج شروط أساسية. أهم هي الشروط أنه هاي القوات المناهضة للحكومة تكون منظمة إلى هيكلية، وتمتلك أهم شيء مكان جغرافي يمكن من خلاله أنه تشن هجمات على الحكومة السورية، وتكون هي الهجمات متواترة. يعني ما فينا نحكي عن هجمة صارت مثلا على حاجز هون وهجمة صارت على حاجز هنيك ونقول إحنا صرنا بحالة نزاع منطبق قانون الإنسان. طيب أستاذ جورج، كمان يا ريت نوضح باختصار شو المقصود بالجرائم الأشد خطورة. عم نسمع جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، إبادة جماعية، يا ريت هيك باختصار كمان نوضح
أكيد الجرائم أكثر خطورة هو ما مصطلح قانوني، هو مصطلح تم إطلاقه على للتعريف، خلينا نقول للميديا. هي الجرائم أكثر خطورة هي أنت اللي ذكرتها نفسها، الجرائم أكثر خطورة هي اللي بتبدأ بجرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم إبادة جماعية. نعم. هلأ هاي الأنواع من الجرائم يمكن يتم ارتكابها بأوقات السلم، أوقات الحرب، ما عدا جرائم الحرب. نعم. يعني جرائم الحرب لازم تكون مرتبطة بنزاع مسلح. نعم. بينما جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية يمكن أن ترتكب خارج إطار النزاع. فالجرائم الأكثر خطورة إذا كمان بدنا نعطيها بكل بساطة هي الجرائم التي خالفت الاتفاقيات الدولية الخاصة بعمليات بالنزاع المسلح، أو حتى بغير عمليات النزاع المسلح مثل الجرائم ضد الإنسانية، مثلا التعذيب، الاعتقال، الاختفاء القسري. هي لا تحتاج لنزاع حقيقة. نعم. ممكن أنه تصير طبعا بحالات النزاع، ولكن ممكن أنه تصير خارج حالات النزاع. فهي هي إذا ارتكبت في حالة النزاع فهي تعتبر جرائم حرب. مو شرط، ولكن إذا كانت إذا كانت ارتكابها بحق مصلحة أو بحق تقدم أو أي مكاسب عسكرية للطرف اللي عم يقوم بارتكابها يمكن أن تأخذ منها جرائم حرب. تمام أستاذ جورج. في سوريا ارتكبت العديد من الجرائم التي ترقى لأن تكون جرائم حرب من قبل النظام. نتابع سوية بعضا منها في المادة التالية، ومنها نذهب إلى فاصل ثم نعود.
مجددا أعزائي المشاهدين لاستكمال حلقتنا، وأجدد معكم الترحيب بضيفنا الأستاذ جورج الخال الخبير في القانون الدولي. أستاذ، دعنا نعكس ما تكلمنا به على الواقع السوري. ما هو القانون الذي يطبق في الحالة السورية؟ هل النزاع في سوريا هو نزاع دولي أم نزاع غير دولي؟ حقيقة هذه الكلمة يعني في آراء كثيرة حولها. من وجهة نظري وما أراه أنه بسوريا لا يمكن القول أنه هو نزاع دولي، لأنه في شروط ما تحققت، بعض التدخلات الخارجية اللي كانت اعتمدت على اتفاقيات سابقة، وأهم أمر أنه ما زالت لجنة تقصي الحقائق في سوريا لم تطبق بقية المواد الخاصة بالنزاع الدولي أو التي تتعلق بالنزاع الدولي. فبسوريا نحن إذا بدنا نذكر ما يتم تطبيقه من لجان تقصي الحقائق المختصة، يتم تطبيق قانون الإنسان الدولي في حالة النزاع المسلح الداخلي، وما يتم تطبيقه بالضبط منه هي المادة المشتركة الثالثة بين اتفاقيات جنيف الأربعة بالإضافة للبروتوكول الإضافي الثاني. السبب أنه لا يمكن أنت في حالة النزاع الداخلي أنه يصير في عندك موضوع تبادل أسرى ما بين النظام السوري والفصائل المناهضة لهذا النظام، لأن النظام يبقى يستطيع أن يعمل بحسب القانون المحلي. يعني النظام إذا تم ألقى قبض على مسلح أثناء عملية عسكرية يحق له اتخاذ القرار حسب قانون المحلي، يحق له اتهامه، يحق له حتى بسوريا موجود في حكم إعدام، ممكن يصدر بحقه حكم إعدام، ولا يمكن لأي قانون أن يمنع من هذا الشيء، لأنه لا يمكن معاملته معاملة الأسرة، أنه هو بالنهاية مواطن سوري ألقي القبض عليه من قبل السلطات السورية. تعتبره خارج عن القانون؟ بالضبط، ممكن تتهمه مثلا بسلخ أراضي عن الجمهورية العربية السورية، مهاجمة الجيش العربي السوري إلى آخر. هذا موضوع إذن كما قلت قابل أو مثير للجدل الحقيقة. بالضبط. تختلف الآراء عنه، لكن بكل الأحوال المقصود أنه بعد 2011 شو هو القانون المطبق في سوريا؟ هو قانون الإنساني الدولي. القانون الدولي الإنساني هو الذي يطبق في سوريا، وبالضبط ما لا يطبق كل القانون الدولي الإنساني، يطبق منه المادة الثالثة المشتركة ما بين اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكول الإضافي الثاني. تمام. طيب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، هاي القوانين المعاهدات اللي عم تبنى هاي القوانين عليها، هل هي ملزمة لكل الدول أم فقط الأطراف الموقعة على هذه المعاهدات؟ هل نحن نفرق بين مبادئ القوانين أو تشريعات القوانين ما بين آليات إنفاذ هذه القوانين؟ نعم. من ناحية القوانين هي ملزمة، يعني نعم. تكون في حالة نزاع، فكل دولة تدخل بحالة نزاع كان داخلي أو دولي هي ملزمة بتطبيق هذه المواد. آليات الإنفاذ لهي القوانين هي اللي تحتاج إلى مثل محكمة الجنايات الدولية. محكمة الجنايات الدولية، أو حتى مثلا في عندك بسوريا، في عندنا مثال قبل الأزمة السورية، قبل ما يصير يبدأ النزاع السوري، في عندنا موضوع اتفاقية مناهضة التعذيب. نعم. فسوريا وافقت على الاتفاقية بداية، ولكن هي اتحفظت على بند من بنودها اللي هو خاص بلجنة التحقيق أو التحري الخاصة اللي بتيجي تزور السجون السورية. فهون نحن عندنا بنشوف أنه حتى بهي الاتفاقيات يلزم الموافقة، تمام، ولكن يمكن التحفظ عليها. فمن ناحية القوانين، القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، هو من ناحية التشريع هو ملزم، ولكن من ناحية آلية الإنفاذ هنا تكمن الصعوبة. آلية الإنفاذ عندنا بحاجة لموافقة على هذه الآليات من المحكمة الجنائية الدولية ولجان تقصي الحقائق، وسوريا للأسف ما لنا موافقة على دور، لا على ولاية المحكمة الجنائية الدولية ولا على تخصص لجان تقصي الحقائق. تمام. القانون العرفي الإنساني شو هو يا أستاذ ياسر؟ قانون كمان عم يطرح، عم نسمع عنه. صحيح. قانون العرفي هو فينا نقول نحن هو أقوى النصوص الموجودة في القانون الدولي. نعم. هي النصوص التي لا يلزم موافقة الدول عليها لتم تطبيقها، وحتى يمكن اتخاذ قرارات بناء عليها، تسمى أيضا بالأوامر القاطعة أو القواعد الآمرة. نعم. وهي هي عبارة عن نصوص ومبادئ قانونية لا يمكن التنازل عنها، ولا يمكن لأي دولة أن تسقطها، ولا لا تحتاج لها موافقة الدولة لا عليها كنص ولا على آليات الإنفاذ الخاصة فيها. تمام. طيب بالنسبة للجرائم الأشد خطورة اللي حضرتك تطرقت لها، شو الآليات الدولية اللي متاحة لتفعيل هاي المواد
لهي المواد اللي عم تحدد هاي الجرائم في عليها عقوبات، شو هي الآليات المعتمدة دوليا لمحاسبة المجرمين اللي ارتكبوا هاي الجرائم؟ هلا في عنا عدة أنواع من الآليات. في عنا أولا المحاكم الدولية، المحاكم الدولية ابتداء من محكمة العدل ومحكمة الجنائية الدولية، هاي كلها تعتبر طرق أو آليات لإنفاذ العدالة للإنسانية البشرية. أيضا في عنا اللجان التقصي الحقائق يلي بتم تشكيلها من خلال إما مجلس الأمن أو من خلال حتى الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وحتى أحيانا بيتم تنفيذها ضمن قرارات دول ممكن تشكل لجان تقصي لبعض الحقائق. في بسوريا إذا بنحكي على الوضع السوري في عدد لا بأس به من لجان تقصي الحقائق ومن آليات الإنفاذ، ولكن تواجه صعوبات بعملها على الأرض أولا لأنه الحكومة السورية ما عم تمنح الإذن لهي اللجان بالوصول لمسرح الجريمة، بالإضافة أنه هي اللجان هي حاليا عم يقتصر دورها على تجهيز الملف بحيث تم فتح المحكمة. إذا تم فتح المحكمة تكون الملفات جاهزة، ولكن هي حاليا فقط خلينا نقول عم تجهز ملفات أو عم توثق هذه الجرائم بما تستطيع من الإمكانيات المتواجدة إلى للوصول بالنهاية للمحكمة. تمام. طبعا نحن في الحلقات المقبلة إن شاء الله رح نتحدث بشيء من التفصيل عن هاي آليات إنفاذ القانون الدولي. بهذا أعزائي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا، على أن نستكمل الحوار في الحلقة القادمة عن إحدى أهم هذه الآليات وهي محكمة الجنايات الدولية، لنتعرف عليها أكثر وعلى اختصاصاتها والأسباب التي تحول دون وضع هذه المحكمة يدها على ملف الجرائم في سوريا. شكرا جزيلا أستاذ جورج، نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة. أعزائي المشاهدين شكرا لمتابعتكم، على أمل اللقاء بكم مجددا. تابعونا عبر معرفات قناة حلب اليوم الرسمية. ضلوا بخير.